تستمر الأشواط والانطلاقات شوط ويتروه الآخر بهذه التحديات. نذكر بصاحب أفضل توقيت شعار عامر بن غفيق بن حمود بن علي الوهيبي، كان حاضرا مع خود بتوقيت زمني ممتاز 5 دقائق 54 ثانية و56 جزءا من الثانية. تهانينا وألف مبروك لأهالي السلطنة على هذا الفوز والانتصار. الشوط الرابع ينطلق للقاية القعدان من المسافة المقررة الذي قررتها اللجنة المنظمة هي 4 كيلومترات. الصدارة والمقدمة مع انطلاقة وتحدي فاخر مبارك بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة الهاجري هو من ينطلق مع فاخر على الصدارة وعلى المقدمة. ثاني المراكز يتواجد هنا العديد ناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن حدوان الغفران هو من يأتي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث الوصول والقدوم من الفارس سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي يأتي مع الفارس على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع الوصول من حواس علي بن شجاع بن علي بن مسعود آلف هيده المري يتقدم مع حواس على على رابع المراكز. نعم خامس المراكز شعار بن قطام يتقدم من الجانب الأيمن بانطلاق وتحدي الجذاب. فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري يتقدم بانطلاق وتحدي الجذاب على المركز الخامس. ها هي الخمس المراكز الأولى أتممناه على مسامعكم، وبكم نعود إلى ركب الصدارة وإلى ركب المقدمة لنرى ماذا الذي طرى وجرى من قبل انطلاق العديد ناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن هدو وانا الغفران يتقدم بانطلاق وتحدي العديد، بينما الجذاب ياتي على المركز الثاني. او حصل تدخل هنا اول ندى واول دخول لرعد لعلي بن عبد الهادي بن حمد بن الغفراني المري ينطلق مع رعد على ثاني المراكز. يخترق هذه الصفوف الى ثاني المراكز مباشرة وبدوره الى الصدارة والى المقدمة، بين المركز الثالث الوصول والدخول من فاخر مبارك بن عبد الهادي بن محمد مبارك بن نايفة الهاجري يتقدم مع فاخر على المركز الثالث. رابع المراكز الجذاب يتقدم مع فرج بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري يتقدم مع الجذاب. هذه السلالة الغنية على التعريف يتقدم بهذا الشعار الممتاز، بينما المركز الخامس الوصول من طرق فيصل بن هادي بن فيصل آل عجب الشهواني يتقدم مع طرق على المركز الخامس. ها هي الخمس المراكز الأولى أتممناه على مسامعكم، وبكم نعود إلى ركب الصدارة، بكم نعود إلى ركب المقدمة. العديد على الصدارة، ينطلق العديد بهذا الشعار الممتاز شعار الخطوط الجوية يتقدم على المقدمة وعلى الصدارة. صاحب سيارة في المحلية الثالث هذا الشعار ينطلق بهذا الانطلاق الممتاز، وصاحب أيضا وصيف في صباح هذا اليوم 3 مخابر الظن. نعم 3 مرات وصيف على الصدارة وعلى المقدمة، وينطلق هنا مع العديد حامل آمال وطموحات انطلاق هذا الشعار تحدي هذا القعود. ينطلق العديد بينما الدخول من طرق يتدخل من الجانب الأيمن طرق المملوك لفيصل بن هادي بن فيصل آل عجب الشهواني يتسلل إلى الصدارة وإلى المقدمة. رعد على ثالث المراكز علي بن عبد الهادي بن عبده المري يتقدم مع رعد على المركز الثالث. رابع المراكز القدوم من الفارس سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي يتقدم مع الفارس على المركز الرابع. خامس المراكز الجذاب فرج مسعود بن سعيد بن قطامي المري يتقدم مع الجذاب، ولكن نعود إلى طرق فيصل بن عبد الهادي بن فيصل العجب الشهواني يتقدم مع طرق على الصدارة وعلى المقدمة. العديد قادم بن هدوان قادم بن هدوان هنا يتقدم بانطلاق وتحدي العديد ناصر بن عبد الهادي بن ناصر الهدوان المري. ثالث المراكز بعيد كل البعد شعار بن قطامي ايضا قادم، وشعار ايضا
حمد بن جلال بن حسين ايضا قادم، ولكن نعود الى العديد، نعود الى شعار الخطوط الجوية، الشعار الذي صار وجال في جميع الميادين بشعار مستحيل وشعار النمر والفايز. ها هو يقدم لنا العديد بانطلاق ذاتي بتحدي ممتاز. ها هي ها هي ها هو شعار الخطوط الجوية، ينطلق مع ناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان المرية، يقلع يقلع بن هدوان من أرضية هذا الميدان ويطير بالناموس والانتصار إلى هذا الشعار وإلى عزم بن هدوان. الله الله الله، سلام لناصر بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان المرية. وللمعلومة بدون أي تعليمات تذكر أبدا وإطلاقا على العديد، سلام العديد، سلام سلام يا هذه السلالة الممتازة وهذه السلالة الفاخرة. تهانينا والمبروك لناصر بن عبد الهادي بن هدوان المري وأيضا لحمد بن ناصر بن هدوان على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز كان الوصول من شاهين سالم محمد بن عران الفهيدي المري. بسم الله الرحمن